الاستحمام والترويش يا جماعة الخير، بعضنا ما يتحمل انه يمر يوم واحد بدون ما يتروش. البعض يتروش في اليوم الواحد مرتين، المرة الاولى اذا طلع يداوم والمرة الثانية قبل لا ينام. زاد تسمعون الصوت هذا؟ جرنا قاعد يشتغل، ما ادري اختاروا يا اني ما عاد انزل مقاطع لين ينتهي والله اعلم متى ينتهي، ولا اني تتحملون صح؟ فاتمنى تتحملون يعني اوكي؟ فكل واحد عنده طقوسه الخاصة في الترويش أو الاستحمام، وكل كم مرة في اليوم يتروش، كل كم مرة في الشهر يتروش، كل كم مرة في الأسبوع يتروش، كل واحد وطقوسه الخاصة ونظامه الخاص. ولكن هل تتخيل إنه يمر عليك، ما بقول يوم، خلنا نقول يمر عليك 3 أيام أو يومين بدون ما تتروش ولا مرة؟ تحس في شيء ناقص صح؟ تحس في شيء خطأ كذا، في لا هذا مو أنا، أو إنه في شيء مفروض إنه يتروش صح ولا لا؟ يعني نظافة من الإيمان. إذا كذا نظامك، إذا أنت على 3 أيام ولا 4 أيام تستغرب أنك أنت ما تروشت وتحس أنه في شيء خطأ، حياك الله في المقطع هذا، لأنه عندنا اليوم شخصين مجانين حرفيا، ما أدري يفكرون في إيش. الله يقطع أبو القرف اللي راح تسمعونه بعد شوية بسبب ذول الشخصين. فخلونا نبدأ في المقطع مع بعض. ولكن كالعادة اشترك في القناة إذا تم مشترك، فعل جرس التنبيهات يوميا الساعة 10 مقطع جديد ما عدا يوم الجمعة ويوم السبت إجازة وكذا حركات، يعني نظام. أتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تحطون اللايك ويلا نبدأ، واكتب لي رأيك عن الموضوع هذا في الكومنتات. بس قبل لا نبدأ، تراكم مقصرين في اللايكات حرفين، يعني أنا أقولها كذا بصراحة، يعني بما أننا نمون على بعض تراكم مقصرين في اللايكات، وعاد يعني الكرة في ملعبكم وأنتوا بكيفكم عاد، ما له علاقة. الشخص الأول اللي عندنا اسمه كايلاش سينغ. هذا الشخص اسمه كايلاش سينغ من الهند يا جماعة الخير. المقال اللي أنا قاعد أقول لكم معلومات مكتوب في عام 2012، يعني قبل 9 سنوات تقريبا. يعني الحين المفروض هو عمره كان 66 في هذا المقال، لو أضفنا 9 سنوات حيكون عمره 75 سنة الآن. ما أدري هو حي ولا لا، بس ما في أبديت في خصوص الموضوع هذا. ولكن كايلاش سينغ يا جماعة، هذا الشخص اللطيف من الهند، ما تروش لمدة 38 سنة. يا لطيف، 38 سنة الموية ما لمست جسمه، ما لمست شعره، ما لمست جسده، ما لمست وجهه، ما يتروش لمدة 38 سنة. يا لطيف، كيف تكون ريحته ذا؟ أقسم بالله عفن، أحس أنه حيكون عفن متحرك بمعنى الكلمة. طبعا كايلاش سينغ لما راح سوى معاه مقابلة وكذا، كان عنده فلسفات مرة كثيرة، ولكن واحدة من الأشياء اللي ضحكتني أنه يقول أنا أكثر سعادة من الأشخاص الذين يستحمون ويغسلون أجسادهم يوميا. اقلع ابو السعادة اللي تعرفها يا شيخ. طيب نرجع شوية ورا كذا في قصة كايلاش، ونعرف إيش الهرجة اللي خلته ياخذ هذا القرار، ومتى بدأ فيه وليش، عشان نعرف من جد معنى الحمد لله على نعمة الإسلام يا جماعة الخير. كايلاش سينغ في عام 1974 ميلاديا قرر وقتها هذيك السنة انه خلاص لن يستحم نهائيا، وراح يتوقف عن الاستحمام، وهذا بسبب شيء واحد. ولكن هذا الشيء ما جاء إلا بعد ما تزوج بفترة بسيطة، قرر هذا القرار. يعني تزوج، جاب بنت الناس، بعدين نكبها كذا ورطها بهذا القرار. اسمعي، أنا عندي كذا، هو طبعا عندهم يقول نذر وزي كذا، إنه خلاص ما عاد راح تروش مدى الحياة خلاص أبدا. يا ابن الحلال صلي على النبي، ترويش نظافة. اتورطت بنت الناس خلاص، تزوجها وقعدوا فترة، بعدين قال لها اسمع ترى ما بتروح. الله يقلع أم القرف يا أخي، ترى أنا يوم أقرأ القصة الحين أنا ماني مصدق يا جماعة. عموما ليش يوسف قلت قبل شوية الحمد لله على نعمة الإسلام؟ لأنه يا جماعة الشخص هذا السبب اللي خلاه ياخذ هذا القرار في عام 1974 ميلاديا، أنه راح عند كاهن وقال له يا كاهن أنا أبغى ابن مولود. خلاص يبغى مولود، لكن ما هو أي مولود، يبغى مولود ابن، يبغى مولود ذكر رجل. فراح عند كاهن وقال له الكاهن بكل بساطة، أنا راح أضمن لك أنه راح يجيك في المستقبل ولد ثمين جدا، وولد له مكانة في هذا المجتمع، ولكن لازم أنك توقف من قص شعرك، ولازم أنك توقف عن غسل جسمك وشعرك من الآن، توقف عن عمل هذا الشيئين. تخيلوا يا جماعة، ومن وقتها كايلاش سينغ صمل على هذا الموضوع بناء على كلام الكاهن هذا، عشان بعدين يجيله ابن. طيب يوسف مرت 38 سنة وهو متزوج، جاله أبناء؟ إيوه جاله يا جماعة، لكن إيش جاله؟ 7 بنات، ولا رزق بابن أو يعني رجل أو ولد واحد. تخيلوا ما في 7 بنات. طب إيش
هذا دليل على كذب الكاهن، وهذا دليل طبعا اتوقع انه ما راح عند الكاهن اللي يمكن جاب بنتين ورا بعض او ثلاثة، فحس انه ما حيجيب ابن، فقرر انه يروح عند كاهن. وتكفى يا كاهن افزع لي، الحياة والعمر قاعد يمشي وانا ابغى ولد وما ادري ايش. تفكير سلبي، تفكير غبي بصراحة. ولكن لما راح عند الكاهن هذا وقال له لا تغسل شعرك ولا تقص شعرك ولا تغسل جسمك ولا تسوي شيء، ذا كله حرفيا مشى على نصيحته 38 سنة، ووصل عمره في هذا المقال 66 سنة وعمر زوجته 60 سنة. فمتى هذا الابن حيجي؟ ماني فاهم يعني، اوريدي حيوصل الى مرحله انه ما حيقدر يخلف، انا ماني فاهم يعني. هو يمكن حتى وصل للمرحله دي ما اعرف بصراحه، ولكن فين الولد هذا؟ فين الكاهن ذاك؟ روح جيب الكاهن لطمه ذا، ضحك عليك يا حبيبي. شفتوا شعره يا جماعه الخير؟ وصل طول شعره الى متر و80 سنتي، يعني بقي له 20 سنتي ويوصل مترين. يعني الحين مرت 12 سنة على المقال هذا، باحتمال كبير انه وصل مترين الحين طول شعره يا جماعة. وزي ما تشوفون ضفائر متجعدة في بعض، واضح انها وسخة جدا 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 بشكل غير طبيعي نهائيا. سأل الله السلامة يا جماعة الخير. طبعا لما كلموه قالوا له يا ابن حلال مر العمر وراحت الدنيا وانت ما تروجت وانت ماسك على هذا الاتفاقية، والكاهن ده ساق امه عليك. تدرون ايش قال لهم؟ قال لهم حاجة واحدة بس ممكن تغير رأيي وتخليني أتروش وأقص شعري وأرجع إنسان طبيعي. قالوا إيش؟ قال إنه يجيني ابن ويكلمني أسوي هذا الشيء. إنسان متخلف بمعنى الكلمة يا جماعة الخير، نسأل الله السلامة. يا أخي قل عمر الزعاج أقسم بالله، ما أدري كيف بيطلع صوت المقطع بعدين، بس سلكولي تكفونها، سلكولي والله أبغى أنزل مقاطع إيش أسوي. طبعا واحدة من الأشياء اللي بتجلطكم وأنا متأكد من الشيء هذا، إنه يا جماعة كايلاش يشتغل في رعي الأغنام، وهذا الشيء حلو ولا في مشكلة، ولكن المدينة اللي هو ساكن فيها توصل درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية يا جماعة، فما بالكم فوق إنه ما يستحم، ما يتروش، ما يقص شعره، ما ينظف شعره، وفوق هذا دائما يطلع يرعى الأغنام في درجة حرارة 47. طبعا حاولوا كثير من أقاربه وزوجته خاصة أنهم يقنعونه أنه يرجع عن هذا الاتفاق أو هذا الحلفان اللي حلفه، وأنه يتروش ابن الحلال وما أدري كيف. حتى هددوا أهل زوجته أنهم راح يفصلون عن زوجته وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك رفض رفض تام وقال لا ما راح أتروش أبدا. وواحدة من المواقف المكتوب في المقال هذا أن عائلة كايلاش نفسها اتفقوا مرة من المرات انهم يطلعون مكان قريب من النهر، وحاولوا انهم يودونه في النهر هذا يرمونه كذا عشان يتروش، فلما عرف الشيء هذا قام وهرب منهم وزعلوا وكذا. الموضوع دراما حرفيا على شيء ما يستاهل، والله العظيم لو انا اتوقع بقعد اضحك. وقال لهم انا افضل على الاستحمام. تخيلوا يا جماعة وصلت المواصيل لهذه الدرجة. واحدة من بنات كايلاش قاعدة تقول انا ما ادري ابويا كيف قاعد يقضي يوم صيفي واحد فقط بدون ما يستحم، خصوصا مع شعره الطويل هذا. من جد يا جماعه شعره طوله مترين. طبعا بالنسبه لكم انتم بتشوفون انه كايلاش ما يهتم بالنظافه الشخصيه صح، وانا معاكم، لكن عنده هو في الديانه الهندوسيه نسال الله السلامه عندهم حاجه اسمها رقصه النار او حمام النار. هذا يوميا مساء كايلاش يروح ياخذ حمام النار هذا، لان يقول انه يطرد الاوساخ والروائح والعرق والجراثيم والبكتيريا كلها، ويرجع إنسان نظيف كأنه مستحم وكأنه متروش. حمام النار هذا كيف؟ مو إنه يروح ينقص في النار كذا، لا كذا يجيب نار في الوسط ويقعد يرقص حولها حرفيا. هذا هو معنات حمام النار حق كايلاش اللي من الديانة الهندوسية نسأل الله السلامة. وبعدين يقول إنه هذا الشيء يطرد الروائح والعرق وزي كذا. سألوا أهله قالوا هذا الشيء أبدا ما صار نهائيا، وإنه رائحة معفنة جدا. هذا كان الشخص الأول عندنا كايلاش سينك، أعطوني رأيكم عنه في الكومنتات يا جماعة، نسأل الله السلامة والله لا يبلانا. عمو حاجي، هذا الشخص يا جماعة الخير أصلاً أول شيء استغربت فيه اسمه، اسمه عمو حاجي، فكأنه اسم كذا عربي صح ولا لا؟ مو عربي، هو إيراني يا جماعة الخير. الشخص هذا من إيران وحرفياً حطم الرقم القياسي لكايلاش. كايلاش قعد 38 سنة لين نزل المقال هذاك ما تروش نهائياً، لكن كايلاش في المركز الثاني عند عمو حاجي. عمو حاجي هذا في المركز الأول يا جماعة الخير من ناحية عدم الاستحمام. ليش؟ لأنه 60 سنة، 60 سنة ما تروش هذا البني آدم يا جماعة، 60 سنة ما تروش. طب ليه؟ شو القصة؟ شو السالفة؟ خلونا أقول لكم. هذا اللي اسمه عمو حاجي يعيش في قرية دجة اسمها في محافظة فارس في جنوب إيران. الرجال هذا السبب حقه بكل بساطة إنه يكره ملامسة الموية لجسمه، كذا يقول أنا ما أحب الموية تلبس جسمي نهائياً. ولما أحد يقترح عليه إنه ليش ما تأخذ شاور أو تستحم يعصب ويخلي هذا الشيء مرة زعلان. يقولون إنه هو كان صغير صار له موقف مع شخص كان يحبه، بسبب الموقف هذا اختار بعدين حياة العزلة، لأنه هو مختلف عن كايلاش. كايلاش عايش مع عائلته وأموره طيبة، لكن حاجي هذا يا جماعة
عايش في عزلة حرفيا. حتى بقول لكم فين ينام وكيف ينام يا جماعة، نسأل الله السلامة. أصلا أغلب الصور اللي قد وردتكم إلى الآن واضح إنه في صحراء، صح ولا لا؟ هذا عمو حاجي يا جماعة عمره 80 سنة. واحدة من الأشياء الثانية اللي تخليه ما يحب الموية إنه يقول إن الموية يعتقد إنها تصيبه بالأمراض، لأنها تبعد التراب اللي عليه، تبعد الطين اللي عليه، تبعد هذه الأشياء اللي عليه، وبسبب إن هذه الأشياء قاعدة تنزال بسبب الموية السيئة هذه عنده طبعا، فكذا يصاب بالأمراض. ويحب دائما يكون مغطي وجهه وجسمه بالطين، لانه يقول انه هذا الشيء يخليه دائما مستصح ويبعده عن الامراض والمشاكل الجسديه والجسمانيه. وحرفيا اطلق عليه اقذر رجل في العالم، لكن للاسف مو بشكل رسمي، ولكن اغلب الناس اطلقوا عليه هذا الشيء بناء على الصور اصلا. ما شوف الصوره، شوف الصوره هذه مثلا، وجهه الحاله يحكي، حرفيا وجهه يحكي يا جماعه شيء غير طبيعي، لا اله الا الله. يعني صفر الله ما اقدر اتكلم. طيب يوسف هو يتغذى على ايش وياكل على ايش دام يعيش حياه العزله؟ اقول لكم شيء، شفتوا ما هو يكره المويه والنظافه وهذا الشيء، يكره الاكل النظيف والاكل الطازج، نفس كرهه للمويه يكره النظافه حرفيا والاكل النظيف، الاكل الطازج، الاكل الصحي، الاكل العادي، اللحمه مطبوخه كذا يا لبي، يكره هذا الشيء يا جماعه ولا يطيقه. اجل يوسف يتغذى على ايش؟ يتغذى على الحيوانات يا جماعه الخير. انا ما ادري هذا الادمي كيف ما قد مرض الى الان، ما قد صراحة، ولكن هذا في المقال مكتوب انه يفضل الاكل من الحيوانات، من اللحم الفاسد، وافضل لحم عنده هو لحم النيص. بيطلع لكم النيص يا جماعة، لحم النيص الفاسد هذا التوب التوب عنده، وعشرة على عشرة. الشيء الوحيد الكويس فيه صراحة انه يشرب من 4 إلى 6 لترات من الموية يوميا، وهذا مرة يعتبر معدل عالي، ونوعا ما احس ان هذا اللي مرقع حياته بصراحة. لكن يشربها من ايش؟ يشربها من علبة زيت متسخة قديمة يا جماعة. طبعا المنزل حقه يا جماعة زي ما قلت لكم قبل شيء انه لانه يعيش في عزلة، هو عبارة عن حفرة محفورة في الارض شبيهة بالقبر، راح تطلع لكم صورتها نسأل الله السلامة. طبعا في ناس محليين هناك شافوا وحزنوا عليها مرة، فراحوا بالبلوك كذا بالطوب بنوا له بيت كذا تسليكي عشان يعني ما يخلون مرة نظيف البيت هذا، ويقول لهم لا أنا أكره النظافة، فسووا له بيت أبو كلبي كذا، لكنه أفضل من الحفرة هذه. وهذه الصورة له هو داخل هذا البيت اللي بالطوب. ما أعرف إيش يفكر فيه هذا الإنسان، ما أدري كيف قاعد 60 سنة على هذا الموال وعلى هذا النظام. طب زي ما تلاحظون شعره مقصوص محلق صح، دقنة وكذا، يعني ما هو مرة طويل، مو على 60 سنة، لأنه يحرق شعره إذا جاي يبغى يقصه، ما يقص يحرقه يا جماعة إلين المستوى اللي يبغاه بعدين يطفي بالموية. إنسان عجيب جدا جدا جدا، يأكل لحم فاسد، يكره الموية، يشرب موية من علبة زيت وسخة، يقول إن الموية تجيب له مرض. 60 سنة، هو عمره الآن 80 سنة. وهذا المقال دقيقة شوف تاريخ كم نزل، لحظة شوف كم من يوم نزل. أوكي لا، هذا المقال نزل في يناير 2021، يعني تقريبا قبل 8 شهور أو 7 شهور، يعني توه جديد قبل نص سنة تقريبا. طيب أزيدكم من الشعر بيت، ايش رايكم؟ فوق الأشياء العيد اللي جايبها عنده غليون، تعرفون هو اسمه غليون ولا قلي؟ والله ما أعرف، لكن عرفتوه هذا اللي زي حق باباي أول اللي كان يحطه، بطلع لكم صورته خلاص. هذا معروف انهم يحطون فيه تبغ بعدين يحرقونه من النار بعدين يبدون يدخنون، صح ولا لا؟ هو عنده هذا الشيء ومشهور فيه مره، بتطلع لكم صوره هو يستخدم، لكن بدال التبغ يحط براز الحيوانات الله يكرمكم، ويحرقه ويتنفسه ويدخن فيه يا جماعه نسال الله السلامه. والله العظيم ترى ما اكذب، والله ما كتبت فيه ولا حرف انه نفس الكلام المقال هذا، وشفت مقاطع اخرى كلهم يقولون نفس الكلام. أنا ماني عارف كيف هو عايش للحين، والله ما أعرف أقسم بالله. وطبعا إذا بيدخن تدخين عادي يعني دخان الطبيعي الجاهز، ما يدخن حبة واحدة، لا يدخن 4 حبات ولا 5 حبات في يد واحدة ويحرقها سوا ويبدأ يحرق. يا حبيبي ما أدري، أحسك أنه يبغى بس بطريقة معينة، ماني عارف يا جماعة، لكن الرعية ما يجي معاه، ماني عارف، ماني أقسم بالله إني ما أدري، لكنه قاعد يهلك نفسه إهلاك غير طبيعي. الشيء العجيب في الموضوع يا جماعة إنه ناس كثير قالوا أكيد إنه هذا ما يتمتع بعقل طبيعي، أكيد إنه مجنون ولا فيه له حاجة، لأنه حرفياً إنسان ينام في حفرة في الأرض، ما تروش له 60 سنة من غير أي سبب مقنع، ويدخن براز الحيوانات الله يكرمكم، ويدخن دخان عجاهز لكن 5 حبات مرة واحدة، ويأكل لحم فاسد، لكن مع هذا كله، مع إنه مر على هذا الشيء كله 60 سنة وعمره الآن 80 سنة، الشيء العجيب انه يتمتع بصحة جيدة. فهذا الموضوع اللي لحس مخ الناس اللي اكتشفوا هذا الشخص، وحتى بيلحس اتوقع مخكم ومخي انا كمان، كيف كذا صدق؟ الله اعلم، لكن انا بديت اشك في حاجة انه هذا الشيء كذب يمكن،
وانه بس محاولة عشان ياخذ يعني رقم قياسي في موسوعة جينيس، وانه كذاب اموره صحته طيبة، وانه عايش في بيته بس يوم هذاك اليوم جو صوروا الناس هو راح سوى هذا الغرفة كذا وعدم نفسه ووسخ نفسه كذا، ممكن ترى، لكن ما ادري صراحة، والله ما اعرف، لانه مستحيل تقول لي 60 سنة واحد على نفس هذيك المأكولات نفس هذيك الاشياء ما صار له شيء وتبتع بصحة جيدة. سكم ما يا اخي. وكذا يا اعزائي وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، اتمنى المقطع عجبكم، اعطوني رايكم عن الشخصين هذولا في الكومنتات، اشخاص ما استحموا من فتره طويله جدا جدا جدا، نسال الله السلامه. بما ان تكلمنا عن الاستحمام اليوم والترويش، راح اجيب لكم فوائد للاستحمام بالمويه الحاره والاستحمام بالمويه البارده، مصدرها من ديلي ميل البريطانيه، ان شاء الله انه مصدر كويس ومعتمد وموثوق. اول شيء راح نتكلم عن المويه الساخنه او الدافيه باختصار، مو الحاره مره يعني. توسع الاوعيه الدمويه، تحسن الدوره الدمويه، تساهم في جعل الجسم يفرز العرق بشكل أفضل وتنظيفه من السموم، يقلل من مستويات السكر في الجسم، يخفف من التوتر، يزيد معدل نبضات القلب فيقوم بضخ الدم بسرعة أكبر، يحرق الدهون والسعرات الحرارية. هذا لما يتروش الواحد بموية فاترة، هو فاترة اسمها صح، أو دافية يعني. ويفضل أن تكون فترة الاستحمام من 5 إلى 15 دقيقة إذا كانت الموية فاترة أو ساخنة يعني. أما الموية الباردة تحفز الجهاز المناعي، تحسن عمل الرئة، تساعد على التخلص من الاكتئاب، تقلل الالتهابات التي تحدث في العضلات، تحافظ على صحة البشرة ونظارتها. والله حسيت اني قلبت هنا برنامج توعوي يا جماعة، لكن بما ان الموضوع جاء عن الاستحمام والترويش قلنا نفيدكم في نهاية المقطع بهذه المعلومات، ان شاء الله انكم تستفيدون منها باذن الله، المصدر حقها موثوق. واذا انت تعرف فوائد خرافية للاستحمام والترويش بالماء الحار او البارد اكتبوا في الكومنتات. عموما اتمنى مقطع اليوم عجبكم، صراحة تقرشت في المقطع هذا مرة بسبب اللي قاعد هنا قاعد يقطع ما ادري ايش قاعد يسوي صراحة، لان كل شوي يطلع الصوت واسكت وزي كذا، لكن تمشي الامور والحياة حلوة دامكم انتم يعني مقدرين الوضع، الله يعطيكم العافية. حط اللايك اذا عجبك المقطع، كان معكم يوسف، لا تنسوا تكتبوا رايكم على المقطع في الكومنتات، ان شاء الله يوميا الساعة 10 مساء توقيت السعودية مقطع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.